هنعمل مع بعض النهاردة الكبسة. كبسة باللحمة سهلة وسريعة، أهم عنصر لنجاحها عشان تبقى زي الكبسة اللي بنجيبها من بره من مطاعم معينة مشهورة بيها، هننافس بيها النهاردة المطاعم دي إن شاء الله. أهم عنصر في نجاحها البهارات بتاعتها. طبعا انتم متعودين دايما بتجيبوها من بره، اركني بقى اللي من بره كده على جنب وركبي معايا النهارده بهارات الكبسه زي ما هنعملها، ونحطها كده في برطمان حلو ونكتب عليه بهارات الكبسه واركنها. كل ما اجي اعمل الكبسه اروح واخده من البهارات دي، وشوفي بقى لون طعم ريحه ولا يعني اجمل من كده في الدنيا. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. اول مقادير معايا اللي هي هتبقى بهارات الكبسه هي اهم حاجه في نجاحها، عباره عن فلفل اسود، كزبره ناشفه، قرفه، كركم، كاري اهم كلهم مترصصين زي الهرم كده قدامكم، خلنجان وقرنفل وكمون وحبهان وبابريكا. نقولهم تاني عشان تلحقوا تصوروهم بالموبايل براحتكم جدا. فلفل اسود، كزبره ناشفه، قرفه، كركم، كاري، خلنجان وقرنفل وكمون وحبهان وبابريكا. كله هتجيبيه بودر، هتاخدي من كل حاجه معلقه كبيره تخلطيهم على بعض، هيديكي كميه حلوه قوي. طب لو انا هجيبهم حصى هحمصهم كده تحميصه خفيفه على النار واطحنهم في مطحنه الخلاط الصغيره، وبعدين اصفيهم بالمصفى السلك وبرده اشتغل بيهم. لما اكون كل المجموعه دي على بعضها تديني ريحه وتديني لون بهارات في منتهى الجمال ما شاء الله. اعمل بقى ايه؟ اخد منها ازاي؟ كل كيلو رز هشتغل بيه في الكبسه هياخد معلقتين كبار من خلطه البهارات الحلوه اللي هنركبها مع بعض. يعني كيلو الرز هياخد معلقتين كبار من الخلطه دي زي ما هنشوف مع بعض. دي كده كانت مقادير بهارات الكبسه، اهم حاجه في وصفتنا النهارده.